أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي، وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته، وأنت أولى من اعتمد. وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام، وبقيت غير مستقل بها، وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء، وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق، وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين، وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب، وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب، لأنك الباقي الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية، فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية، ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية. فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام، ولك الشكر على كرول الليالي والأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي، وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته، وأنت أولى من اعتمد. وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام، وبقيت غير مستقل بها، وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء، وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق، وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين، وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب، وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب،
لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيمونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاقت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيمونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاقت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق
وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية ولم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وأحاطت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية ولم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من
واعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي، وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته، وأنت أولى من اعتمد، وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام، وبقيت غير مستقل بها، وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء، وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق، وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين، وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب، وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب، لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية، فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية، ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية. فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام، ولك الشكر على كرول الليالي والأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي، وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته، وأنت أولى من اعتمد، وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام، وبقيت غير مستقل بها، وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء، وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق، وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين، وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب، وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب، لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية
وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيثونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب لأنك الباقي الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيثونية فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام ولك الشكر على كرول الليالي والأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وأمينك وشاهدك التقي الناقي وعلى آل محمد طيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفي وجاد بالمغفرة من ظلم وأساء فقد وبقتني الذنوب في مهاد الهلكة وحاطت به الأثام وبقيت غير مستقل بها وأنت المرتجى وعليك معول في الشدة والرخاء وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق وإليك قصد سيدي وأنت منتهى القصد للقاصدين وأرحم من استرحم في تجاوزك
عن المذنبين. اللهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب، وأنت علام الغيوب وستار العيوب وكشاف الكروب، لأنك الباقي الرحيم الذي تسربلت بالربوبية وتوحدت بالإلهية وتنزهت بالحيثوثية، فلم يجدك واصف محدودا بالكيفوفية، ولا تقع في الأوهام بالمائية والحيكونية. فلك الحمد عدد نعمائك على الأنام، ولك الشكر على كرول الليالي.